منذ أكثر من نصف قرن بنيت على خشبته حركة مسرحية أصبحت تعتبر إرثاً ثقافياً للعراق والعراقيين. وخشبته استقطبت أسماء عربية كبيرة في عالم التمثيل المسرحي. في تقرير الزميل ماجد عبد القادر نستمع لما لدى المسرح الوطني العراقي ليقوله لو حكى. قبل نحو نصف قرن أنشئ المسرح الوطني العراقي وسط بغداد بديلا عن المسرح القديم، ومنذ ذلك الوقت أصبح الحاضنة الرئيسية للمسرح في العراق. بخطوات مليئة بالحنين والذكريات إلى أيام الماضي، يدخل الفنان المسرحي الرائد سامي عبد الحميد إلى المسرح القومي، المسرح الوطني حاليا. هذا المعلم المهم ابتعد عنه عبد الحميد، فهو قريب من روحه، وما يبعده هو تغير نوع العروض. لذلك الأحاديث مع زملائه لا تخلو من المقارنة بين أيام الماضي والحاضر، وما وصلت إليه المسارح العراقية التي يتغير عطاؤها ونوع ما تقدمه حسب الحقب التاريخية والتغيرات الاجتماعية. جمهور كان يأتي يتقاطر إلى هذا المسرح ليشاهد مسرحيات من مختلف الأنواع، من مختلف الموضوعات، من مختلف الأساليب، وكانوا يأتون من محافظات القريبة من بغداد، يأتون بالباص ويشاهدوا العرض المسرحي ثم يعودون إلى مدنهم. داخل هذا الصرح ذكريات لا تندثر للمسرحي الرائد سامي عبد الحميد، أياما يسميها الزمن الجميل، حيث كانت العروض على خشبة هذا المسرح ينتظرها جمهور غفير لا يستوعبه المسرح. تقاطر الجمهور لمشاهدة مسرحية نديمكم هذا المساء أدى إلى تزاحمهم على الباب الخارجي، وكانت هي من الزجاج. هذا التزاحم أدى إلى أن تكسر الأبواب، كانوا يحاولون الدخول لمشاهدة المسرحية. أبو مصطفى أقدم عامل استقبال حفظ زوايا ودهاليز المسرح عن ظهر قلب، يروي حكايات الفنانين وقصصهم داخل غرف المكياج وتبديل الملابس. ورغم تغير كواليس المسرح وأروقته بسبب أعمال الصيانة، إلا أن أبو مصطفى ما زال يتذكر أدق التفاصيل. هذه الغرفة هي حقيقة واحدة من الغرف اللي موجودة في المسرح الوطني الخاصة بالفنانين، وقد أقام فيها الفنان عادل إمام على سبيل المثال، الفنان نرمين الفقي، الفنان سمير غانم، والكثير من الفنانين الآخرين. المسرح حكاية عراقية بدأت من كنائس الموصل حيث العروض البسيطة نهاية القرن التاسع عشر، وانتقلت إلى بغداد ليشخص وسطها صرح وشاهد لهذا الفن، إنه المسرح الوطني العراقي. ماجد عبد القادر، العربية، بغداد. للحديث أكثر عن مسرح بغداد تنضم إلينا من بغداد ناهد الرماح، فنانة مسرحية. أهلا فيك في صباح العربية. يعني هذا المسرح هل فقط يروي الماضي أم أنه ممكن أن يكون هناك شيء يروي عن الحاضر؟ المسرح بالذات تعريفه هو الثقافة، هو الوعي، هو التألق، هو الإبداع، هو أعطاء الناس المتعة والوعي والثقافة. المسرح وخشبة المسرح مكان مقدس، يجب أن تعرض عليه فقط المسرحيات الملتزمة لتوعي الناس وتنفي الثقافة للفنان. مع الأسف الشديد أنا الفترات الماضية القديمة، يعني قبل 30 سنة كنت يعني خارج العراق، ما أعرف عن المسرح السابق، بس من بديت أجي للعراق يعني واحد يحزن ويدمع قلبه. هذا المسرح المفروض يكون خاص بالمسرحيات وبالقضايا المسرحية، مع كل الاحترام للكل، ما تصير بيه ندوات دينية وندوات سياسية، المفروض يكون لهم مكان خاص تعرض بس المسرحيات. ومع الأسف المسرح مكان مقدس، ما تعرض عليه، مو ما نسميها تجارية، مسرحيات هزيلة فقط أغاني ورقص وكلمات فاحشة، وهذا يعني حزب بالنفس. هذا موجود، يجب الدولة أن
تدعم الفن والمسرح دعم مادي ومعنوي، ويجب على الفنانين أيضا أن يعملوا بكل إخلاص ونكران ذات من أجل بناء المسرح العراقي اللي الرواد بنوه بتعب وجهد ووصلوا إلى مكانة خاصة بين المسارح العالم. مع الأسف الشديد، مع احترامي للجميع، المسرح لا يجب أن تضع به صور من كان من يكان، يجب أن تضع به صور رواد المسرح اللي بنوه، الرواد الأوائل حق الشبلي، إبراهيم جلال، سامي عبد الحميد، بدر حسون فريد، جاسم العبودي، جعفر السعدي، خليل شوقي، يوسف العاني، زينب وآخرين. يجب أن تضع هذه الصور في كل ركن من أركان المسرح لتضيء المسرح وتدعم العاملين بالمسرح وتذكرهم بأيام الذهبية التي لا ننساها. لا ننساها، المسرحيات اللي هزت الضوء الكبير في المسرح العراقي. طيب بس سيدة نهدى، نعم؟ سيدة نهدى، يعني ممكن ان يعني ممكن واحد يقول مثلا انه بس الجمهور عاوز كده، يعني انه هذا الجمهور حابب يشوف هذا النوع من لا. المسرحيات، وانه بشكل عام المسرح الجاد قل جمهوره. لا، احنا ما نضع على سبب الجمهور، الجمهور اللي يوعي ويخليه يوصل إلى المستوى المطلوب في مشاهدة المسرحيات هم الفنانين نفسهم. من أنت تجيني تقدمين أعمال جادة، إحنا من بدينا نقدم، من دخلت المسرح سنة 57 كان جمهور محدود بس المثقفين لها، بس من بدينا نقدم أعمال من صميم الواقع العراقي، من يجي المشاهد يشوف نفسه على المسرح بدأت الناس تتوافد، والنخلة والجيران اللي نقطة ضوء بالمسرح العراقي لها فضل كبير على المسرح العراقي، لأن جابت من أبسط الناس الشعبيين اللي ما يعرفوا شنو اللي عنده يشوف نفسه على المسرح. مو سبب الجمهور عايز كده، هذا 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 غلط مغلوط، بس الجمهور العراقي الآن متعب، يعني مهموم كثيرة أمور تحيطه، يريد يرفع عن نفسه فيروح يضحك، لكن إذا أكو أعمال ملتزمة يبدي يميز. إحنا نثقف الجمهور. طيب فنانة ناهدة، يعني حتى نكسب الوقت بشكل أفضل، شو نعم. أنت شخصيا لك ذكريات بهذا المسرح في الماضي؟ المسرح أنا مثلت على جميع قاعات مسرح بغداد، قاعة الشعب، المسرح الخلد، المسرح القومي، المسرح الحر، مسرح بغداد، فرقتي وبيتي وأكاديميتي، فرقة المسرح الحديث اللي قدمت أعمال هزت العراق ووصلت إلى مستوى عالي، والفرق الأخرى. يجب أن الفرق الأهلية تنبع من جديد بكل إخلاص وتفاني لتدعم المسرح الوطني. المسرح الوطني يجب أن يدعم ويصبح ضوء يضيء على الجمهور. أيوة. ويقدم له أفضل الأعمال ليرتقي الناس. طيب نعم. كان في كثير نعم. احتجاجات واعتراضات على بيع المسرح للقطاع الخاص وخصخصته، إيش كان موقفك من هذا الموضوع؟ هذه جريمة لا تغتفر، جريمة لا تغتفر، لأن إذا ينباع إلى هو هلأ، يعني هسه المسرحيات هزيلة، فكيف إذا انباع إلى راح ينتهي، ما يسمى مسرح مقدس. يا ناس المسرح مقدس، صدقوني من أقف على المسرح أحس نفسي واقفة على شيء مقدس أقدم به القرابين. أقف على المسرح، هذا المسرح أحس أني من إجيت أول مرة بعد 30 سنة وقفت على المسرح الوطني، تمنيت أن أنام وأقبل الأرض، بديت أمسح تراب المسرح ومسح بوجهي وبجسمي. هذا المسرح مقدس، كيف يبيعوه إلى قطاع خاص حتى يصبح مع الأسف يعني أقولها بكلها يصبح كابيريه، ما يصبح مسرح. يجب أن الدولة تلتزم المسرح وتعتني به ماديا ومعنويا، لأن المسرح هو عنوان ثقافة البلد. المسرح المتطور، من يكون مسرح متطور الناس تقول هذا البلد متطور ومتقدم. طيب يجب شو أن أهم نرعى المسرح، المسرح هو يعمل من أهم الأعمال. نعم؟ أهم الأعمال اللي حضرتك نعم؟ قدمتيها على هذا المسرح وبرفقة أي من الفنانين اللي يشار إليهم هو في هذا المسرح؟
هذا المسرح امتداد للمسرح القومي اللي مثلت عليه أحسن النخلة والجيران والمفتاح والثلاث مسرحيات والخرابة والفنانين، مو الفنانين، زملائي إخواني رفاق دربي أساتذتي سامي عبد الحميد وخليل شوقي ويوسف العاني فوزية عارف ومي شوقي والمرحومة زينب وزكية خليفة وراميو يوسف وعبد الواحد طه، وهذول اللي وقفت بهم على هذا المسرح وقدمنا أعمال صدقني كانت تعطي للناس المتعة والثقافة والوعي، وتعطينا نحن الفنانين الوعي والثقافة والبساطة والطيبة وحب الناس أكثر وأكثر. الفنان الملتزم اللي يحب المسرح يحبه ويعطي كل ما عنده من جهود من صدق من إخلاص، لأن العمل من أجل الناس، المسرح هو من أجل الناس مو من أجل نفسي. مهما تكون أنا عندي من مواهب لا ما راح أبرز إذا ما الناس تدعمني، أنا الناس هي من أقف على المسرح والناس تصفق لي أبدع أكثر، أريد أنطي حبي للناس حتى يعرفون أني أشتغل من أجلهم. كانت معنا من بغداد الفنانة المسرحية ناهدة الرماح. شكرا.